يا ناسنا يا سمعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سمعين كنا واحد بكم حصين يا ناسنا يا سمعين من يد في يد وصاف نسين يا ناسنا يا سمعين كنا خواكم في الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الشبابي برنامج شبان بلادي. اليوم حيكون فيه عدد خاص للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء السيدة واللي صادف الفاتح من شهر ديسمبر. راح يكون لنا حديث مطول مع الضيوف اللي راح نستقبلهم واللي راح تكتشفوهم بعد الفاصل مع تحية الببليك ديالنا. نفوس حتى البوزيتيفيتي الإيجابية وكاع يتصنتوا لك ويستمعوا لك. ثم أنا شكفة عندي الوكازيون نقدر نهضر على موضوع هضرت على اهميه ليدوكاسيون التعليم ترانكيل. المميز تاع اليد في اليد هي اشراك كل شرائح المجتمع في احياء اليوم العالمي. كان لازم ندير هذا الشيء هذا المطلوب مني وكان لازم نوفق دراسه ديالي ندير الامتحانات. تحية مجددة مشاهدينا لكم انتم اللي التحقتوا بنا في هذا السويعة عبر قنوات تلفزيون الجزائر الأرضية والقناة الثالثة في برنامجكم الشبابي برنامج شبان بلادي. أكيد اليوم حيكون فيها عدد خاص للفاتح من شهر ديسمبر وهو اليوم العالمي لمكافحة داء السيدة واللي هو أشهر الأيام الدولية المتعلقة بالصحة وفرصة رئيسية لرفع الوعي. أكيد راح نستقبلوا ضيوف اليوم راح ينوروا بلاتو شبان بلادي وراح نتكلموا على هذا الموضوع. البداية راح تكون مع العنصر النسوي ومع بنت وهران الباهية إيمان شطاي وهي مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك إيمان. الله يسلمك. وش رايكي؟ صافا الحمد لله. كيفاش خليتي وهران؟ غاية الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وأكيد راحين نستقبلوا ناشط جمعوي باش نتكلموا على هذه المبادرات اللي راهم يقوموا بها الشباب. راحين نستقبلوا أنيس حميدات. مرحبا بك. مرحبا. معنا أيضا شاعرة ومؤلفة هي صغيرة في السن وكتبت ثلاث دواوين أيت إيدير ياسمين. مرحبا بك. الله يسلمك امينه. شكرا على الاستضافه. شكرا. انت نورتي البلاتو شبان بلادي وما تحلاش القعده بلا بلال وبتيتي. الخير بتيتي صافا؟ صافي هنينه. واش راك؟ واش راكي؟ واش درت في هذه السمانه؟ كاش ماكله؟ غير القعد غير القعد. ما ديرش سبور؟ ندير والو نعيان. ما ديرش حاجه فيها الخير؟ الخير ندير الخير. دير الخير والله على بالي احنا عرفناك بلي دير الخير. ديجا كاينين نهضر معاك انا نديرش الخير. هكذا بلال هكذا يهضر هكذا قدامك تخاف منه؟ واش نرجع انك تعتذر؟ كي نهضر انا ما يقدرش يهضر. خلاص صافي بيناتكم بلال واش رايك؟ غير تضحك. خليها خليها دو نعبك لا بروميير فوا تجوز في الـ في الـ في بلاتو لا بروميير شو بلاتو تيلي دونك خليها بيان جيني دون لونسيير. بلال ما قلتش واش رايك؟ السلام عليكم امينه. خليني نهضر خلاص سي بون. راه انت كاع نهضرت غير هضر. السلام عليكم امينه. مساء الخير مشاهدينا الكرام بيبليك تاعنا. مرحبا بليزانفيتي تاعنا. نقول مرحبا بكم ان شاء الله ندوزوا وقت شباب وما ديروش على بيتيتشي لا شتوكش ما عندك ما ديروش عليه هو. معليش حنا نبداو نقصروا مع الضيوف تاعنا باسكو بديت تهرب فيهم دونك خلينا نبداو نقصروا معاهم. معليش بما انه تكلمنا على اليوم العالمي لمكافحه داء السيده فيروس نقص المناعه البشريه الايدز راح نتكلموا مع الناشط الجمعوي انيس. انيس احكي لنا شويه على العمل الخيري اللي راكم تقوموا به باك نحن نتكلموا على مبادرات اللي قمتوا بها في هذا اليوم العالمي. يعني شكرا على الاستضافه وشكرا على الاهتمام بهذه المواضيع يعني اللي تستلزم منا الاهتمام لانه كلنا معنيين. لما نقولوا انه عمل خيري نعم هو يعتبر عمل خيري ولكن هو واجب.
صح واجب لما نوقفوا وقفة رجل واحد مع ناس اللي راهم يحسوا روحهم ضعاف، مع ناس اللي ممكن أصابهم مرض كباقي الأمراض، هذا يعتبر واجب، واجب كل مواطن جزائري، واجب واجب كل مواطن يعني على مستوى الإنساني مستوى العالمي. فالنشاطات هذه هي نشاطات يقوموا بها جمعيات، يقوموا بها شباب، يقوموا بها ناس مختصين، ولكن احنا واش حبينا، حبينا ان اننا ان, 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 ان هذه النشاطات يقوموا بها كل الناس. مثلا ما بقاش غير الطبيب اللي يتحدث على مرض السيدة، لما يكون مرض يقيس المجتمع، لما يكون شباب مهدد من مرض، فكلنا معنيين، شباب بدرجة أولى وحتى قولوا لي موان جون. فهذا هو، هذا هو الأنشطة، نقراو على هذاك المرض، ويعني نقدروا ننصحوا مام شباب يكونوا معنا يقراو، ولا شباب يخدموا معنا نعرفوهم بهذا المرض. يعني كما قلت ما لازمش واحد يكون طبيب باش اكيد، لما يكون كاين وعي لازم اون بارطاج لا كونسيونس، هذه فوالا، لازم يكون، لما يكون شاب واعي لازم يوعي اقرانه، يوعي الشباب اللي معاه. حاجه الاولى لازم يتوعى، اذا توعى لازم عليه انه يوعي الشباب اللي ممكن يتحدث معاهم نفس اللغه، ممكن يروح معاهم نفس الاماكن، لانه هذا هو الواجب، هذا هو الدور الثاني تاع واحد كيكون يخدم يعني في يعمل في يتعامل بلوتو مع جمعيه. لما الشاب يتوجه للجمعيه، الجمعيه راح تحسه بانه لازم عليه انه يحسس الناس. صح، كاين رساله تكون لازم تكون منتشره، دور الجمعيه هي انه تحتضن الشباب، توعيهم، تعطيهم كل المعلومات اللازمه، وهم بدورهم يتوجهوا للمجتمع ويتكلموا مع الناس ويوعيوا الناس. فمرض السيدة هو يعني هو داء خطير، هو داء يعني ذات اهتمام يعني على مستوى العالم، مش هنا في الجزائر فقط، اكيد احنا بلادنا تهمنا، فاحنا نشطوا على مستوى بلادنا، نحاولوا اننا نعطيوا الشيء للناس، نعطيوا كل شيء اللي نقدروا عليه تحسيسية. عن طريق حملات تحسيسية، عن طريق انت العمل اللي كتقومي به حاليا هو عباره عن دعم لهذه الامور. حتى الفنانين نشوفوا انهم السنوات الفايته ولا يهتموا كذلك بنشر هذا الوعي عن طريق اغاني، عن طريق البومات خاصه بمرض يعني كنا معنيين بهذا الامر، اعلاميين ولا فنانين ولا يعني مام عمال، كل واحد والدور تاعو في الميدان. الحمد لله وصلنا، الحمد لله وصلنا لها انه كل شباب وكل الناس الفاعلين ولاو يحسوا انهم معنيين. في وقت مضى كان الحديث على مرض السيدة يعتبر طابو، حتى في وسائل الإذاعية وحتى الوسائل التلفزيونية، حاليا ما بقاش طابو، أنا لاحظوا هذا الأمر فهذا يعتبر إنجاز. إن شاء الله الإنجاز اللي حابين نوصلوا له هو صفر داء سيدة إن شاء الله في المجتمع الجزائري، ونوصلوا له لما لا، احنا بلد تحديات. صح، بما أنه بما انه رانا نتكلموا على الشباب وعلى الدور الفعال تاعنا في المجتمع، فيها ايضا مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب اللي راهم دايرين حاله ودايرين لو بوز، يعني فنقولوا في هذه السنوات اللي مضت. ايمان شطا هي واحده من بين هاد اليوتيوبرز اللي فعالين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اولى يوتيوبرز في الجزائر اللي بدات تحط هكا دي فيديو في الـ في الـ في اليوتيوب فيما يخص لا مود، فيما يخص لا بوتي. حكينا شويه على البدايات تاعك ايمان. راه في البدايه تاعي كنت نتفرج بزاف اليوتيوبرز اللي كاينين على المستوى الخارجي، كنت نشوفهم وجات اون اوكازيون وين جات وحده جزائريه عايشه في الخارج، تلاقيت بها شفتها اون بيرسون وكاع، شفت بلي ما عندهاش حاجه خارقه باش دير شراهي دير هي في الانترنت. وانا جيت توجور بغيت نبين لهم باللي كان في هذاك الوقت اون 2013 في 2013 هذاك الوقت اليوتيوب في الجزائر كان فيه غير الشباب، غير لي زوم. سما قلت نقول انا على حنا كيما قلتي لي شاشره 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 فوالا شاشره ماشي شيرات شاشره بداو شاشره بداو شاشره بزاف في اليوتيوب في الجزائر. ابخي انا قعدت نقول علاه ما نقدش انا وطونك علاش ما كاش شيرات، علاه ما كاش شيرات نقد انا ندير دي فيديو نهضر نبارطاجي وكاع.
أي حاجة يعني أنت جاتك سهلة؟ أنا جاتني سهلة حكى بتليفون. أنا عليك سهلة أنا عليك. ها؟ أنا عليك سهلة. جاتني سهلة في البداية باسكو ما عنديش بروبليم مع النهضرة، عند كان عندي ديجا كنت نشيطة بزاف في الأسوسياتيف، تسمى كنت نهضر بزاف وما عنديش بروبليم مع بخوندغ لا باغول إي تو سا. أيا قلت ايا نونسي روحي هيا نديرو وحده وشوفي لدات نعقل. قلت لهم لا بروميير فيديو قلت لهم كي يكون عندي 500 فولوور في لاباج فيسبوك نحط لكم فيديو. حطيت لهم فيديو وبديت كيما هكا، كنت نهضر سورتو بالانجلي في الديبي باسكو كنت نقرا انجلي وكنت نهضر الانجلي وكاع. كنت حبيتي مام توصليها للانترناسيونال اي من بعد حبست وليت نهضر بالهضره تاعنا نورمال. يشتيك انجليش شويه شويه هاي تنرك شتي هيا باسكو انا نطير انجلي. بسم الله رجل دوك دبر راسك تزوخ تزوخ بصح جامي شفنا من عندك حاجه. هضرنا كل انا هضرنا كل انا اهضر كيما تحب مع الببليك تاعك هديت ليك ما انا هيا هيا نستيكي اونجلي انا وياك توسي راهي هي بسم الله هيا راهي دي انت لا انت ابدا نستيك انجلش يس كان انت هو نسي جود ديدي ادري داري عند النكس ما فهمت والو ما فهموكش بالتويتي ما فهمت لك سير هذا اونجلي راك سير يا سير اونجلي هذا اونجلي تاع الكبار تي نجاكي صغيره ما دخلنيش ايمانه انا ما دخلنيش انا واحد جوني سمعت اونجلي هكا وي يا ما تعرفش تيا انت كاينه هي كاينه عادي كاع كيس كيس صاصتيا هاك هدرت على ياسمين نروحوا لياسمين ايمان دوك نولي عندك ياسمين واش راكي الحمد لله صافا ما كاينش ستريسي ولا قلتي لي مقبلاني شويه لا ني اليز اكي اليز عادي تجي تهجر اليز خليها برك تهدر اليز ياسمين انت شاعره ومؤلفه الدواوين ومتحصل على شهاده شرفيه ومتحصل على شهاده شرفيه هاهي هاهي ما يزوخ برك هاهي هاي شهادة ما يشتوخ جابتها معاها في عمرك 18 وانت واش جبت؟ انا انا جبتها هي جبتها هي؟ هذه تبع المحسن ماشي لك انا محسن شركة انت ومحسن شركة هذه حاجة واحدة أخرى خاطيني أنايا احكي لنا شوية أنت صغيرة في السن 18 سنة نعم كيفاش حتى بديتي شعر؟ بديت المشوار تاعي في الشعر يعني حبيت نوصل رسالة نوصل رسالة تاعي أنه رغم أني طفلة يتيمة يعني شغل حبيت نمشي يعني أي حاجة صغيرة هك شغل نحبس من شغل معليش تفضلي شكون ناوي يهبلك بيتي خاطيني لا تخليني شال غصتها دوك نزيد شويه وراح دوك نزيد شويه وراح خليك تهضري اليز ايه باش نقول لك انايا حاجه كبيره يعني انا خلوني نريح في خليك منه شوفي في انايا أنا. قولي لي يعني قلتي لي البدايه تاعك كيفاش كانت؟ بداية تاعي المسيره تاعي كنت شغل نحب اللغه العربيه بزاف ونحب الروايات نحب تاثرت بزاف بنزار القباني لكن هو شغل شاعر المراه معروف بهذا الشيء حبيت نقلد شاعر نزار القباني الشاعر الكبير قلت اذا هو شاعر المراه انا حبيت نكون شاعر الرجل لكن شغل حبيت نوصف يعني نهضر على المراه نهضر على المراه اون جينيرال كيفاش يشوفها الرجل بالصفه ديالو سواء اذا كانت زوجه او اخت او حبيبه ولكن رغم الشعر ديالي اللي يتحدث عن الشعر الغزل اني ان الرجل غزل تكون غزل هذا شعر هو غزالة اسمه بلال غزال ايه ماشي عليا حد لك شعر راحت عليك شريكي راهي كلي اللي يتحدث عن الشعر الغزل الشعر ديالي يهدر يوصف المراه يعني يهدر على الشعور ديالها يهدر على المراه العاشقه المراه التي مرت على كما نقول لك مرت في حياتها عن مرت عن مأساة صعوبات مأساة نعم. كثيرة المرأة المحتقرة عبر كل المجتمعات يعني أنا حبيت نقدم الرسالة ديالي للمرأة خاصة العاشقة كما قال نزار القباني فإن أحبت المرأة في عصرنا رمت بستين حجر ستين حجر ومن بعد تعطي لك شعر ليك ومن بعد قلتي ستين حجر وكنت تجخني
ومن بعد تقول لك شي عليك. قولي لي انت بما انه في عمرك 18 سنه يعني مازال كتدرسي؟ وي مازال. قلتي لي مقبل في الكواليس انه تدرسي يعني بالمراسله. نعم. وعلاش؟ لقيت صعوبات يعني شغل ما قدرتيش توفقي بين الدراسه تاعك والشعر. نعم. كيفاش يعني ما كانش عندك وقت ولا ما كانش عندي الوقت بوكو بلوس شغل ساعات كانوا في ايام الامتحانات كانوا يدومونديو مني ندير شغل قصائد بوكو بلوس. شكون اللي كان يطلب منك ديري قصائد؟ كاين كيما السيد بن تركي اللي طلب مني ندير قصيده حول المخدرات. وكان طاحت لي هاد الشغل هاد لوكازيون هاديه جاتني في ايام الاختبارات. كان لازم ندير هاد الشيء هذا المطلوب مني وكان لازم نوافق دراسه ديالي ندير الامتحانات. ايبا حوجدت هذيك وشنو صح مريت شويه في صعوبات هذوك الايامات كنت مع لي لا ريفيزيون ديالي ومع الشعر ديالي. ايبا قلت شغل لقيت صعوبه هذيك قلت ما نضيع بزاف الدراسه يعني شغل قلت ما نضيع الشعر ديالي ما نضيع الدراسه ديالي. رحتي درتي بالمراسله؟ درت بالمراسله نعم. وخليت ندير الوقت الفراغ هذاك خليته للشعر ديالي. مليح هذه مبادره مليحه من عندك يعني ما خليتيش الشعر ديالك وبما انه يعني وفقتي ما بيناتهم يعني هذه مبادره مليحه من عندك. ونروحوا ايضا مشاهدينا نتكلموا على هذه المبادره الخيريه اليد في اليد. نروحوا نشوفوها نعاودوا نرجعوا. شفناه اليوم الوين زمان مشى وتوتر ما بقات تشوف العين ولا العقل راح مخدر نقولو تسرى الاخرين وش عليهم مقدر حقرناه الهم بالعين حتى هاجا. احنا رحنا اليوم مع كل لي اسوسياسيون باش نديرو يد في اليد كونتر لو سيدا. دونك احنا لا بارتيسيباسيون تاعنا شويه باينه. اوني لا بور ايدي اوني لا بور سوتونير اي سي بوسيبل فير كيلكو شوز. دونك كوم فو فوايي توت لا جونيس لا اي لي موان جون اوسي. دونك نو سوم غرافي بارتيسيپي ا سيت كران اكسيون اي جيسبر كو تو سو باسرا تري تري بيان اي جيسبر سورتو كو سا دو فرا كيلكو شوز. يا سماعين اليد في اليد والصاف نشيد يا ناسنا يا سماعين كنا خواب ومو في الحين يا ناسنا يا سماعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سماعين كنا واحد بكم. Un petit conseil, donc Sahab Sida, l'homme il s'est il ne faut pas qu'ils soient toujours motivés dans le système. Ils sont toujours en train de se c'est pas une maladie qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, il faut toujours en train de se faire. اليوم الحمد لله كاين بوكو جون اللي جاو وهم هنايا اون سوليدار معاهم يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. هذه كانت مبادرة خيرية قامت بها الإذاعة الوطنية الجزائرية. تحية كبيرة لهم لأنه راهم يعني يوعوا المجتمع الجزائري ويوعوا الشباب بمخاطر هذا الداء الخبيث. أيضا بيتشيتشي وقيلا راح يعني خليناه يروح يدير الخير كاش مبادرة خيرية شير. ماشي باش يرقد كي ولا هاد اليامات مع الخير راهو أبوني عوية سي بيان صافي بليزير مليح الله يدومها ان شاء الله. امين امين. نروحوا للناشط الجمعوي انيس حدثنا شويه على هذا المبادره. احنا شفناك في الموضوع. نعم والله جبتوا لنا فيديو اللي فكرك يعني فكرنا ب بدايات النشاط و يعني هذه المبادره اللي لاقت نجاح اللي كانت سنه الفريطه. نعم. هذا الفيديو كان عنده عده سنوات. عده سنوات هي. نعم. كانت سنه الفريطه اليد في اليد وكانت اللي قبلها وكانت من 2013 وهي كاينه اليد في اليد. يعني هذه المبادرة اللي لاقت نجاح كبير جوستومون بداو البداية تاعها كانت في 2013 قلت لي 2013 هي الفكرة تاع اليد في اليد. هي إحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدة متواجد كان في الجزائر وفي كل العالم ولكن المميز تاع اليد في اليد هي إشراك كل شرائح المجتمع في إحياء اليوم العالمي. إشراك الجمعيات بكل أنواعها وإشراك الفنانين كذلك مع وسائل الإعلام
مع المختصين مع الأطباء مع كل شيء في إحياء اليوم العالمي. الفكرة يعني بدأت نحكي لكم قصة كل البداية فئات العمرية. كل فئات العمرية كل فئات. كل معني هذا هو المبدأ تاع حتى الأطفال صغار وشر شفناهم فبدايتها يعني كانت في 2013 وين كانت جمعية ناشطة جدا في مختلف المجالات وكانت تحيي اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدة. هي جمعية السوق لاسوسياسيون لو سوك كانت رايحة تعمل حفل غنائي يوم الأول ديسمبر 2013 وفي نفس اليوم الإذاعة الوطنية كانت راح تقوم بحفل غنائي يعني كانت نفس الفكرة فصار تواصل بين جمعية لسوك والإذاعة الوطنية أنه قال يلا نخدموا مع بعض ونعملوا نفس وعلاش لا نتحدوا ونديروا حاجة عمل جماعي نفس يعني المبادرة نعملوها مع بعض انتوما كجمعية وإحنا كإذاعة وطنية وكانت أول طبعة من اليد في اليد في قاعة المقار وين راحوا من مقار للأطلس لا الطبعة الأولى كانت في قاعة المقار كانت في قاعة المقار الطبعة الثانية داروا الحفل الغنائي كان بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السيدة كانت البداية تم كانت البداية وكانت تذكر هذا الاسم تاع اليد في اليد اليد في اليد اللي كان الاسم جابوا المرحوم يزيد أيت حمادوش نترحموا على يزيد أيت حمادوش الإعلامي واللي دائما معروف بهاد المبادرات الخيرية ربي يرحمه إن شاء الله نعم ربي يرحمه ويوسع عليه هذه أول ديسمبر اللي راح يكون بلا يزيد راح يكون بلا به راح تكون صعيبة ولكن راح تكون فرصة أننا نقولوا باللي اليد في اليد مازلنا نواصلوا المسيرة نواصلوا المشوار وحتى الثانية كان تنقل من قاعة المقار لقاعة الأطلس وهذا كان فيه تحدي اللي يعتبر يعني كان في وقت ما يعتبر يعني من الخيال أنه تتوجه للطريق والحياة شعبية وتعمل تظاهرة في حي شعبي بأعداد كبيرة تحديا لهذا المرض وكسرا لهذا الطابو. الطبعة الثانية كانت قلنا كان في الطبعة الأولى كان توافد جماهيري كبير جاءوا كانوا واحد الاغنيات اللي اول مره تغناو يعني كانت بمناسبه هذا المبادره مثلا الاغنيه اللي يعرفوها كل كامل وراها عندها انتشار عالمي جروب بابيلون طلع وغناها في 2014 في اول الاخر وكانوا شباب صغار ولتم كانت الانطلاقه فكان تواجد جماهيري كبير فقررنا في اننا نمشيو لقاعه اكبر وكانت قاعه الاطلس بباب الواد، باب الواد اللي هو حي شعبي معروف عن جزائريين كامل. قلنا اننا هذا الانتقال نعملوه بتحدي، التحدي هو اننا نعملوه انشانيمان. سلسلة بشرية، نحكموا يدينا هكذا. هذا الشيء هذا الشكل اللي يشكل علامة ضد السيدة. ونمشيو من قاعة المقار إلى قاعة الأطلس. كان تحدي. كان فيه نقاش ولكن يوم أول ديسمبر يعني نقدروا نقولوا أنه أول واحد كان في قاعة الأطلس وآخر واحد كان في قاعة المقار تفاجأنا وتفاجأوا وسائل الإعلام تفاجأوا كل حتى الناشطين اللي كانوا تنشطوا من قبل يعني كانت بالعدد الكبير العدد الكبير تاع الشباب اللي جاوا وعملوا لاشين يومان هنا بدأت قصة لاشين يومان تاع اليد في اليد وبما انه تكلمت عليها نروحوا نشوفوا كليب لرحل يزيد ايت حمادوش اللي دارها يعني سبيسيال له نروحوا نشوفوه معليش غير هو عنواني مش كده
l'unité n'est pas à discuter. صاحب مشروع اليد في اليد يزيد أيت حمادوش المرحوم نترحموا عليه، ألف رحمة تنزل عليه، كان تعاون مع الإذاعة. نعود نرجعوا لك أنيس ونرجعوا ل 2014 والمبادرة اللي قام بها المرحوم يزيد. يعني المبادرة اللي قام بها المرحوم يزيد اللي كانت هي دفعة لها كبيرة في هذه الحملات، هي أنه راحوا لي ليمو قلبتوا لنا يعني تذكروا بامور صح مع صوره تاع المرحوم الله يرحمه. هي الفكره كانت انه اشراك كل شرائح المجتمع في محاربه داء السيده. في 2014 قررنا اننا نعملوا مبادرة أخرى اللي هي لاشين يومان اللي كانت في رياض الفتح. في رياض الفتح لاشين يومان يشاركوا فيها الجمعيات، وكانت فيه مشاركة من 5 ولايات اللي هما يعني كانت الجزائر العاصمة في مقام الشهيد رياض الفتح، كانت ولاية وهران، كانت ولاية بجاية، كانت ولاية عنابة، ولاية تمراست. في نفس الوقت في نفس الساعة في نفس اليوم قاموا بلاشين أمان لمكافحة مرض السيدة. في نفس الوقت مبادرة تاع اليد في اليد ماشي غير شان أمان، هي كانت في الصباح لاشين أمان، في العشية حفل غنائي، بصح هذه المرة حفل غنائي بدي تيتر خاصين بمرض السيدة، وكان فيه أول ألبوم لمغنيين جزائريين يديروا فيه أغاني مساندة لمرضى الحاملين لفيروس السيدا، مساندة للنشاط هذا لمحاربة المرض. نعم. كانت أول دفعة يعني دورة أخذت أبعاد كبيرة حتى أبعاد دولية، وين كانوا عندنا اتصالات من الجيران تونس والمغرب وحتى من أوروبا، الناس اللي أعجبوا بالفكرة وقال لك كانت الفكرة أنها تكبر أكثر من هكذا، نتمنى أنها تكبر أكثر من هكذا، ولكن كفكرة كانت ناجحة 100%. دينامو تاعها اللي كان هو يزيد أيت حمادوش الله يرحمه. هذا العام نكملوا إن شاء الله المشوار، نكملوا إن شاء الله والعام اللي والرسالة اللي بعدها، لأنه حتى إذا كنشوفوا إعلاميين، هو كان كإعلامي، كاين إعلاميين حاليا اللي راهم حاملين للمشعل، الفنانين مازالهم نشاط الجمعويين من جينيراسيون جينيراسيون مازالهم، فالداء مالوريزمون مازالوا، فلازم علينا اننا نواصلوا. صح، بما انه تكلمت على الاعلاميين وعلى الفنانين تكلموا ايضا على المؤثرين، كيفاش يعني المؤثرين يتعاملوا مع هذه الحملات التحسيسيه؟ ايمان، انا واحده من الناس كل ما يكون موضوع كيما هكا كيما الكونسير دو سان داء السيده وكاع طول طون نسي نكون في دي زيفينمون في ايام اللي يديروا هكا تحسيسيه اكزاكتومون باش نشارك. ديجا ماشي اوتون كانفلونسور ولا كم باسكو انا ديجا افون ما نولي انفلونسور كنت في الميليو اسوسياتيف، كنت ندير كنا نشاركوا في هاد الخرجات هادو مع فوالا اكزاكتومون، وهذه صار موان دي شوز قبل ما نكون مؤثره كمواطنه هنا في الجزائر. سي يفو كون نهضر على هذه الحاجه، وزيد كي عندي اون كوميونيتي اللي تبعني جوستومون عندك لو نومغ دي زابوني كبير بزاف الله يبارك، يعني كيفاش تاثر فيهم؟ روماركيت باللي لي زابوني كي تعطيهم كي تجيب لهم نيمبورت كال سوجي موضوع اللي كاين كي تجيبيه لهم ب اون سيغتان بوزيتيفيتي بايجابيه وكاع يتصنتوا لك ويستمعوا لك. تسمى انا شاك فوا عندي لوكازيون نقدر نهضر على موضوع، هضرت على اهميه ليدوكاسيون التعليم، هضرت على الكونسير دو سان، جورغانيزي دي جورنال كونسير دو سان، وان شاء الله هذا العام جيمغي بيان بارتيسيبي في دوطخ ايفينمون ان شاء الله يتبعوا لك يسمعوا لك يتفكروا. انا ليسونسيال عندي سيكو غير يشوف ويقرا هذيك المعلومه اللي غادي تحسه سي ديجا بون. صح، وايضا كل واحد يعني يتعامل مع هاد الايام التحسيسيه بطريقته الخاصه. انت بلال كفنان يعني كيفاش هي التعامل تاعك مع هاد الايام التوعويه والتحسيسيه، مثلا كما الفتح من ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لمكافحه داء السيده؟ هاد المبادرات هذوما
قبل ما نكون فنان انا انسان، والانسان لازم عليه يشارك في هذا الحملات. قبل ما يكون انا ارتيست لازم يشارك. الارتيست كيشارك في هذه الحملات باش يبين للناس حاجه الاولى راهو يدير حاجه خيريه اللي هو راح يستفاد منها في يوم القيامه، راهو يشارك وميم طون يبين لهاد الناس بالك الامراض اللي عندهم هذا المرض ربي يشافيهم، يبين لهم باللي الارتيست الفلاني راهو معاهم، راهو متضامن معاهم، يعطي لهم الكوراج هذاك. انا ثاني شاركت في في اكتوبر هذا اللي فات، اكتوبر الوردي كونسير دو سان، شاركت فيه ولكن ما كملتش، كنت راح نشارك فيه يعني ما حلفنيش الحظ لامور شخصيه. حبيت نشارك في هذه المبادرات، وانا شاك فوا يكونوا هذه مبادرات تحسيسيه لازم عليا نكون، لازم دير حاجه، لازم يعني دير حاجه لو كان في لو كان ورقه وتكتب حاجه يعني كل واحد يشارك بطريقته الخاصه، اعلاميين فنانين مؤثرين. نعم لازم علينا، لازم علينا، ما اوني با دي زارتيست، احنا الانسان والانسان لازم يكون حساس ويتضامن مع هاد الناس، باسكو ما تقدرش تعرف اليوم انت راك صحيح غدوه بالك انت اللي تمرض بها. بما انه انت يتبعك بلال يعني تاثر عند في الناس، يعني لازم انت توصل الرساله ديالك للناس اللي يتبعوك وللناس اللي يحبوك. اكزاكتومون، عن طريق ايمان كيما انيس بيان سور. انا عندي مع بيشيتشي يقدر بالك بيشيتشي باسكو يعرف قادر مع بيشيتشي يعني هذاك الرساله توصلها من بيان سور باسكو علاش للاطفال، كاين اطفال ثاني اللي راهم بالك مرض تما واحد كبير بالك ما يحسوهش، مي كيشوفوا بيشيتشي يهضر لهم وينكوراجي فيهم وكاع شغل يديروا الكوراج به يتاثروا به. صح. ياسمين يعطيك الصحة بلال، أكيد أنه الشعر له دور يعني في مثل هذه المناسبات. نعم. يعني أنا شاركت بزاف في بعض المناسبات اللي داروهم في دار شباب بير خادم نحييها. داروا مسابقة تاع مكافحة السرطان اللي يديروا أجمل قصيدة. كتبت لهم قدمت لهم القصيدة ديالي. قدمت لهم القصيده ديالي، وصلت لهم انه يعني كي تكون نديروا كيما نقولوا شغل ندعموا كامل باش نديروا حملات كيما هذه، سواء اذا كان في طرف التبرع، سواء شغل مساعده الاشخاص اللي محتاجين، ايش الاشخاص اللي محتاجين الى مساعده. دعمنا ثاني تبرعنا لهم بالدم، كاين اشخاص تما تبرعنا لهم بالدم، ويعني درنا بزاف حملات على المساعده اللي قدرنا نساعدوهم، حتى انه درنا ساعدناهم ثاني في قفه رمضان الاشخاص ثاني اللي محتاجين لهذه القفه ثاني. دعمنا بزاف اشخاص كانوا محتاجين في هذه الحمله. نعم، وبما انه كل واحد يعاون بطريقته الخاصه، مجموعه من الفنانين قاموا بهذا الكليب اللي فيروس نقص المناعه البشريه الايدز. وش رايكم مشاهدينا، نروحوا نشوفوه ولا نعاوده؟ من قلبك بين خيمة ما تزيد لك
إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة. هذا الكليب لمجموعة من الفنانين الشباب اليد في اليد، وهي مبادرة خيرية قام بها هاد الفنانين. نعود نرجع لك إيمان شطاي، وعلى المجال اللي راكي تقومي فيها، على العمل اللي راكي تقومي فيه، زيدي احكي لنا شوية عليها. لا تاني لو تيم اللي قلتي لي عليه لايف ستايل، احكي لنا شوية إيمان. الوغ بيا تكون انا نهضروا شويه. انا كي بديت في يوتيوب بديت سورتو باش نهضر على لا مود ولا بوتي وكاع. مع الوقت سورتو هذا العام اللي فات حسيت روحي باللي سي با ان سوجي اللي باغي نهضر عليه طول طون، غير هو اللي نهضر عليه، غير على لا مود وعلى لا بوتي. حسيت باللي تحس روحك انسان سطحي. هي وليت ديسيديت باللي نبدل شويه ديري اتجاه اخر تاعي اكزاكتومون، ويت نهضر على لايف ستايل اللي هو المود دو في، هي الحياه اليوميه تاعي انا وطونك ايمان. شيره سكن فهران عاديه سامبل، ونحكي تانيك على الايجابيات، كيفاش تكون ايجابي في الحياه اليوميه. سما توجور نسي نرسل كيما نقول لك حنا بوزيتيف فايبس. نسيت على بالك باللي تخلع عاود ولا ويكون انا شدينه والله غير نسيت على بالك. ماشي نكون فاهمك، استنى نفهمك ما تزعفش، باسكو لي زانفيتي تاعنا كاع فادونا اليوم. ايمان كامل كامل فادونا اللي راهم هنايا. انت يعني واش جبت حاجه معاك تفيد؟ انا رحت شت خاوتي وجيت. مال في دير الخير؟ جيتي انا رحت درت الخير وجيت. واش درت؟ تاش دخلك لي يدير الخير؟ انا نهضر. هذه عقليه قديمه هذه تاع لي يدير الخير. عقليه قديمه عندي عقليه تاع ديناصور انا. تساليني صدقت البنان؟ صدقت البنان؟ ايه. وشنو؟ انا كي دخلتي شيا مبادره خيريه. مبادره بس ترونكيل. حميو عليا بس انا انيس حمي عليا بلال. انا ما غاديش يتقلق، ما غاديش ندخل روحي هكا. تعجبني كي تجي نعيط. معليش خلاص مبادره خيريه ماكش حاب تقول عليها. ما نهضرش. ما تهضرش خلاص اوكي كيما تحب. معليش نعاودوا انه للايمان. كيما قلت لك الكونتوني بدلته، دوكا نهضر على توسكي لايف ستايل بوزيتيفيتي، صدر الايجاب كيفاش تكون ايجابي في الحياه اليوميه، كيفاش تكون برودكتيف برودكتيف منتج، تكون توجور فعال في المجتمع. فوالا اكزاكتومون شابه هي. خليك ما ديريش هذا ما ديريش هذا. نشوف غير باسكو ايمان دائما تشهيني بحاجه، دائما كي نشوف لي ستوري تاعك كيف المارشيات هكذا تاع واهر الله الله والبهارات تبارك. نشوف وقت 12 هكذا نقول لها ندخل نشوف ايمان وين راهي، نلقاها دير هكذا مطلع سخون. خلاص التصويره تاع مطلع تجيب اكثر اللي جاي واكثر من تصويرتي انا. صح نو باسكو اون فيت ماذا بيا تكون ليماج تاعي تكون ليماج تاع وحده. لا لا هي نكسر. شنو يقول؟ زيز المطلع. قال لك بيان سور يعني التصويره تاع المطلع تجيب خير من تصويرتك انت. لا لا هذيك كنا نقصروا برك ماشي صح. عايش خليه. بغيت تجون نبين لهم باللي مالغري كو عندي ان سارتان نومبر دو فولوور و كاع هاد لي ديتاي، مي نقعد انسانه عاديه سامب، نروح لاباستي نشري مرشي مع ماما نورمال حاجه عاديه. باسكو ما نبغيش كيما الفي اي بي تاعنا. لا هذاك هضرش عليه. يقول لك انا ما في المارشي نمشي بالطونوبيل. انا يهضر عليا هذاك سوق نسا واعر ينحينك انا غادي تشي الرون نروح انا سوق نسا سوق نطيار تخضر يا نروح للدار. ريح ريح انا معك. لا لا باسكو هو ما دار حتى حاجه يعني لي تفيد على بالو بلي انت راك معايا. لا لا قلت كلمه مليحه ومن بعد نرجعوا لها. مصطفى انت ساكت قول لك معايا. مصطفى انت ساكت. لا لا هو كي كان يهضر انت ما كنتش هنايا. لا لا كي انا كي راك تشرو علينا. اي ريح عقل خلينا نكمل. خلينا نكمل بس. اسمع انا ما ندخلش روحي كش ما يدير لك. هذاك هنا هذاك اللي نهار سيدي ذاك النهار. شكون؟ اللي جا ذاك النهار. يحبوا يزيدوا عليها هكذا وننعم. ايه ايمان خلط هي خلط. خليني نعبك انا كنت في المارشيات تاع وهران. دقيقة بيتي كنت في المارشيات تاع وهران والبهارات وخليني نقصر. ايه من بعد عندك كيجي الحنان.
هيا كنت نقول لك باللي ماذا بيا توجور نبينهم باللي انا نقعد عاديه مالغي عندي فولور بزاف ويتبعوني ويبغوني الحمد لله. صافي بليزيغ. صافي بليزيغ. نقعد وحده انسانه عاديه وعلى بها جوستومون جو بخون هاد لوكازيون باش نهضر على لي سوجي اللي يهمونا كاع. اي كيما قبيت كنت نحكي لك باللي كريت ان كونسيبت ستور. ان كونسيبت ستور سي ان ماغازان اون لين عنده مواضيع خاصه. الكونسيبت لو ديرني كونسيبت اللي درته لو بروميي كونسيبت اللي لونسيته سي ان كونسيبت تاع دي تي شيرت اللي فيهم دي فراز اللي يبينوا باللي ليدوكاسيون التعليم مهم. هو الحاجه انا بوغ موا التعليم يعني توصلي الرساله تاعك من هاد لي تي شيرت. اكزاكتومون. ودرت منه مديت ان بورسونتاج فما درت 100% تاع البينيفيس تاع كاع لي تي شيرت اللي نباعوا وفي في فعل خيري وين غادي نشري ملابس للاطفال اللي كانوا يقروا في المدرسه اللي قريت فيها انا في ابتدائي. ان شاء الله سافا تخ لا دون لي دو سمان كي اريف ان شاء الله. دونك باش جوستومون هاد الصغار اللي راهم يقروا يحسوا روحهم ناقصين على لي زوط باسكو ما عبيش انا صباطهم مقطع ولا فيستهم مقطعه اوموا عندهم لباس يعاونهم باش يكملوا في القرايه باسكو جينيرالمون شوفوا هذوك اللي اليتامى ولا هذوك الصغار اللي الفقراء اللي هما عندهم بوتونسييل وينجموا يوصلوا بعيد بصح كيكون عندهم نقص كسوا في الادوات ولا في الملابس ما يقدش يكمل ما يقدش يوصل باسكو هذاك النقص يكون الحمد لله دوكا كاين جمع صح الحمد لله دوكا كاين جمعيات اللي راهي تقوم بهاد المبادرات الخيريه. ايما قولي لي لا بروميير بوبليكاسيون ديالك اللي درتيها في انستغرام يعني شحال لقات من جمامين حنا نقولوا كيفاش جا ديجا كيفاش جاتك ليدي تحطي هذيك لا بوبليكاسيون الاولى انستغرام؟ ايه شوفي ها ضحكت كاينه حاجه كاينه حاجه شوفي مانيش عاقله على بالي بلي باسكو حليت انستغرام كان هذاك ما عرفتها تقصدي تعرفي زحرك ماكله حطيتي الماكله يعني باش تجبدي الناس وما تقول لهم حطيت في التصاور باسكو اصلا شفتها هيك بديتها ما بديت ساسوا قالك ساسوا ميساج روسي فهمنا كملي ايمان حس جلو هرنا ما كان لا فريده رقيبه لا والو انا قلت لك انا ما نعرفش لي زوج يوهرن ماشي تيا علاش خلي ما نديرش عليه ما نديرش عليه قاعد ريحه قلت لك عند اللي حد يزيد سمعت واش قال لك سمعت واش قال لك اش قال لي قلت لك غير ريحه عاقل الا حلفت فيك مراه تبات قاعد غير ريحه عاقل خليها تهضر دعاوي الوليه واعرين كملي ايمان انا قلت لكم خليك انا قلت لكم خلاص خليها تكمل سي بون راهي كملي خلاص ما نسيتش نهضر خلينا نديرو هدنه ديري هدنه ديري راهي صح كنت كنا انستغرام كي بديتها ما بديتهاش بديت انا سيرتو في فيه صح بديت شفتو في فيسبوك انا ما بديتش في انستغرام انستغرام جا من بعد باسكو بديت في 2013 انستغرام كريت حتى 2014 سما لا بوبليكاسيون تاعي الاولى في فيسبوك ما نعقلش عليها مي على بالي بلي انستغرام سيتي اون بوبليكاسيون هكا حطيتها غير هكا غير باش نحط زعما اون بروميير بوبليكاسيون بالك فيها واحد الخمسه ولا سته تاع رجال ولا جو سوي جونتي سافا لا فامي هذه اختك اكزاكتومون ومن بعد تيك بداو ومن بعد بدات بشويه 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 كنت يعني وقبل ما تحطي بوبليكاسيون لازم تدرسي عليها لازم تقولي اسك نحطها هذه توالم ما توالمش تشوفي لاغياغ بلون سي سا جوستومون ماشي حط باك شوفي باش نكونوا صريحين 100% هاد لي ديتاي انا نقولوا صافي اون اني ما كنتش كاع نديها فيهم سي امبورتون فوالا كنت ماشي صافي انا صافي اون اني دو زون ما كنتش ندير في هاد لي ديتاي سورتو في انستغرام نحط سيلفي كيما جات صويره كيما جات وكاع من بعد رومارك ولات هذيك كيما نقولوا حنا فيد تاع انستغرام يفو كديري تفي اتونسيون لي كولور الباك جراوند كاع لي ديتاي باش كي تدخل في انستغرام تاعك تشوف بلي كلشي عندها سينيرجي اي سينكرونيزاسيون دونك دروك جو في اتونسيون جو دوا مي جام با يكون لي فوتو بزاف فابريكي سما باغ اكزومبل نشوف الباك جراوند بصح ما نكونش بزاف فابريكي باش توجور تكوني سبونطاني وعاديه وكاين يامات وين تحطي برك نحط كيما الجمعه هذه جداتي كانت طيب في البركوكس صورتها حطيتها ها البركوكس نحيوها جداتك جوستومون ما نبغيش نكون بزاف كاري على تهضري على البركوكس علاه علاه انا جيعان علاه طيب طيبها لك طيبها لك تاكل بركوكس ما تزعلش ما كنتش على بالي واش عندك ناكل حنا عبتنا غير البنان ناكل البركوكس ديخه طبيعي ايه
ما لازم تربح لها الملاحه باش تروح لوحدها تاكل. انا قصرت وزوجيها انا لا غرنوت عليك ليش راني ابوني عندها ابوني عندها ثاني هكذا راك جايبها انا جايبها ياسمين نعاودوا نرجعوا ليك والشعر والدواوين اللي جبتيهم معليش تعطينا العنوان تاعهم. يعني اول ديوان تاعي اللي كان عنوان ديالو ديوان العاشقين كان فيه 14 سنه والديوان الثاني لي ديوان بعنوانه لا ترحل لا ترحل عشيقي انك تعشقي والديوان الثالث ديالي اللي هو اخاف من البعد قلت لكم معليش نسمعوا بيت شعري ولا نسمعوا من عندك حاجه قصيده خليها تركز كتاب قراءة نو ماشي كتاب قراءة نو تاع الشعر تاع الشعر تاع الشعر راهي تجوني زر قدانية يحرشك اللقاء والوداع بعدك عني جعل من جسمي أشياء كثيرة بعدك عني جعل من جسمي أشياء كثيرة عيناي أصبحتا ضريرة وقلبي أصبح عليلا فلم البعد فلم البعد أنا أهديتك من الحب كثيرا وأنت لم تهديني من العشق ولو قليلا لما هنت العشرة لما هنت العشرة بل أنا العشيقة والحبيبة فلما أنا تركت وحيدة ضريرة أصبحت ومن البعد عانيت وإلى الحنان احتجت وإليك أنا اشتقت لكن يكفيك ما فعلت يكفي من العمر ما ضاع جعلت من المشاعر يغلبها الاندفاع دمرت الحب وأكملت في الخداع فكلما أتذكر لحظة اللقاء فكلما أتذكر لحظة اللقاء دموع عيني تصبح حمراء لكن وكم مرت علينا ليالي بيضاء وكم مرة عدينا فيها نجوم السماء لكن أصبحت أستسلم للبكاء فعد إلي إني أود معك البقاء لأني قلبي وقلبك يودون اللقاء يودون اللقاء يودون اللقاء يعطيك صحة ياسمين أيت إيدير يعني دائما تكتبي في شعر الغزل قلتي لنا عندي الشعر الغزل وعندي الشعر الاجتماعي الذي يتحدث ويتضمن مواضيع المرأة علاش خيرتي الغزل؟ الشعر الغزل كما قلت من قبل أنه تأثرت بزاف شاعر نزار القباني الذي يتحدث خاصة عن المرأة سواء حتى إذا تحدث عن الأمور السياسية فإنه يتدخل ويحكي ويدخل موضوع المرأة في الوسط. إيه رياض نزار القباني تعرفت نزار القباني؟ ليش نعرفه؟ روح الليل بيتي شي وقتاش النهار يجي اللي تحكم فيه السيريو الله العظيم هيا قولي انت واش داك العشق قدية علا دخلتي على ريحي هضري على القراية ريحي هضري على راني شهر سنية على واش العشق خليها سي بون ندخج روحك سي بون زيدي تجدي كراس نحو ولا قيمة أنيس من غير كنا تكلمنا على اليوم العالمي لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة من غير هذا اليوم يعني وش هي المشاريع ديالكم اللي تقوموا بها اللي تقوم بها أنت كناشط جمعوي تتعامل مع جمعيات كثيرة تعرفي الجمعيات هما ناشطين على طوال العام جوستومون في الخلاة تاع المسيد في رمضان في العيد في يعني كل مناسبة كاين جمعيات مختصة في الأمراض مثلا كاين جمعيات مختصة في مرض مكافحة مرض السيدة كاين جمعيات مختصة في مكافحة السكري كاين مختصة في داء التوحد هادوما مرتبطين يعني يعملوا نشاطات خاصة بمجال نشاطهم وفيه جمعيات خيرية يعني اللي يقوموا بالخير تلقيهم يوميا لما نروحوا المستشفيات نلقاو يوميا في المستشفيات شباب صح
يقوموا بالمرضى، ممكن إذا كان يحتاج واحد الدم يعملوا نشاطات جمع الدم، ممكن فيه نشاطات أخرى بمناسبات دينية ولا كأعياد، ممكن كشهر رمضان، فهما يختلف النشاط باختلاف الجمعية وباختلاف كذلك المناسبة. قال كلمة مليحة بيتي تشوا، يقول لك بوغ اون فوا والله غير قال كلمة مليحة، تبقى دائما تحك روحك تقول ندير مشاكل، مي فينالمون قال كلمة مليحة، قال لك أنا رحت ندير الخير بصح ما نقبحش نقول لك فين درت الخير. إيه فوالا ما فهمتش. كاين فيه واحد الجانب صحيح عنده، فوالا هكذا عنده جانب صحيح. سكت. مثلا نشوفوا انه الواحد يعمل نشاط ويصرح انه قام بهذاك النشاط، شيء مفيد للمجتمع بانه ممكن يكون قدوه لناس واحد اخرين. هذا واش انا حابه نقول لك، كيما ايمان تقوم بنشاط خيري كاين ناس تتبعها، يعني يتوصل في رساله، ماناش نقولوا راهي تقول لك راهي توري في الخير اللي دارت فيه، بصح صافي في هذا الجانب. في هذا الجانب لازم اننا نبينوا نوعيه النشاطات، نبينوا للشباب اللي ما يعرفوش ممكن كيفاش يقدروا يعملوا الخير، وين يقدروا يعملوا الخير، نشجعوا فيهم انه هاد اخذ مبادرات خيريه، لانه كي يشوف واحد قدوه ليه يعمل نفس الشيء. رايك ولكن إيمان ولكن كتير. ولكن الديتاي الخفيف برك اللي عنده الحق فيه هو انه خليه من غير المسموح، يعني من غير المسموح لا يقبل به لا الدين لا المجتمع، انه تقوم الخير في واحد وتوري تقول راني درت فيه الخير، لانه ترجع كانه تقعد تمن يعني درت والمن هذا يعني والرياء يودي الجنه الناس اللي يتبعوا الدين، وفي المجتمع غير مقبول. لما يقوم يكون استغلال لمعاناه الاخرين من اجل الظهور في صوره الجيد يعني والانسان المليح، فهذا غير مسموح ولازم يتحارب. صح. فلازم نفرقوا بين كيفية هذا في الإعلام، يعني في كل جمعية كذلك كاين مكلف بالإعلام، هذا القانون يلزمه، وحتى وسائل الإعلام المختلفة الخاصة والعمومية لازم يهتموا لهذا الأمر. لازم نفرقوا مليح بين إظهار كيفية العمل الخيري، إظهار المناسبات اللي لازم فيها العمل الخيري، إظهار تشجيع العمل الخيري، وبين استغلال معاناة الآخرين من أجل ظهور في مظهر مليح. فهذه النقطة حتى شادي وتولها لها، نتمنوا انه كلهم يتولوا لها. لا 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 بيان سور، احنا نحبوا شهداء، احنا نحبوا شهداء وراه مشكل. فشادي وتولها لها، شادي فاق ما نجي معاك للجمعية. احي نوض ليتيتي شكون فيكم ما يحب الشادي؟ وراه فيكم اللي ما يحب الشادي؟ انا ما دخلنيش. بيان سور بيان سور. واش حبيت نقول امينه؟ هذا شادي وفاق لها، كاين الناس ما راهمش يفيقوا لها، كاين الناس راهم عيط لك، كاين الناس راهم يعانيوا. خليك انا نخليك انت شادي، وحنا نحبوا الشهداء. هادو بالك ما يضحكوا على الشهداء، مي الشهداء ملاح كي تكنا نكسر معاك. ايوا بعد سيدي كملت. انا شادي. بيان سور. انت انسان؟ انا شادي. انت انسان؟ انت نشت راحك. انا انسان. قوي دابو قوي دابو. اسمع نكمل حاله نكمل حاله، انت تديه معك للعمل الخيري. اي جي معايا فيك بليز، انا نحبه. سي بون خلاص تفهمتوا تفهمتوا. ايمان كان عندها راي في هذا الموضوع. ايمان كان عندك راي؟ انا رايي تاعي سيكو راني معك داكوغ في ما نستعملوش الناس باش نبينوا رواحنا، وثانيك ما كاين شي ناس اللي تحس باللي راهي يدير في المبادرات الخيريه ماشي باسكو المبادره هذيك تعني له حاجه، باسكو انا واحده من الناس اللي التعليم حاجه تعني لي بزاف، تسمى ماذا بيا كاع العام وانا نخدم عليها. كاين اللي يديرها باش يديرها في بروحه. فوالا يديرها تسمى تشوفيه في كاع المبادرات الخيريه، ماشي حاجه ماشي مليحه، او كونتخيغ هذه حاجه مليحه، بصح اللي تكون توجور كدير حاجه تكون مأمن بها، تكون تقيسك فوالا تحس روحك فيها، ماشي نقولوا غير ديرها غير باش تبان ولا سمحي لي قطعتك، ماشي لازم نديروا يعني الخير اللي نديروه كامل كاع نفيلميوه. تقدر دير ما على باليش انا دير الخير
ديرت فيلمي معليش يوريه كي تبان، وكاين خير ما لازمش تبان بصح كاين شفتو لما تجي تمد حاجه كاين اللي على شاك فوا يدير الخير يروح لكاش بلاصه ولا يدير كاش مبادره ولا لازم يفيلمي ولازم يبارطاجي. ترجع للنية ثانيه، ترجع للنية وهي ترجع للنية اللي نيته مليحه وما يعرفش انا نقولوا له، واللي نيته خايبه صح نقولوا له يمكن واحد بنيته هكذا دايما يفيلمي وش يخدم مليح. كاين اللي كاين اللي يدير الخير باش يبان بالعاني، تولي النيته هذيك تولي القلب وهو بينه وبين روحه يا حاجة ماشي مليحة. قاعد هضرتوا مبادرة الخيرية بيتشيتشي مشنو؟ المبادرة الخيرية اللي يعني أنت قلت نديرهم في ستر. إيه؟ إيه؟ شو ما تقولناش شكون؟ قول لنا. عندك الحق راك تعرف بيتشيتشي راك تعرف خير من شي ناس غير هضر. صار عليه. أهدر أهدر. هذونا كاين والو هذو. أهدر أهدر أهدر. أنا ندير الخير تاعنا ما نهضرش. هو خلاص هي تفيق عليها يدير الخير وما يهضرش. إيمان مشاريعك. مشاريعك؟ مشاريعي كاين بزاف مشاريع راهم في راسي. ديجا لاشين يوتيوب تاعي غايتبدل، غايتدي كيما نقولوا مجرى واحد اخر اللي هو سوربريز. خليها سوربريز، خليها سوربريز. نو مي ديسيديت باللي كاع هذوك صح تاع لابوتي وكاع نخليهم الانستغرام ويوتيوب نستعمله سورتو للصوالح اللي يفيدوا الناس ويفيدوني انا اوليو اللي يكون غير على جال الاشياء السطحيه. وان شاء الله نخدم على الكونسيبت ستور، ان شاء الله سافا ديفوندغ دي كوز، وان شاء الله نخدم على هاد لي كوز ان شاء الله على توت لاني. و مام النساء المحجبات يعني كنت فتيهم بزاف، كاين الكثير اللي غيروا طريقه الحجاب. الحجاب وي باسكو بزاف كانوا. منين تعلمتيها ايمان؟ من عند ربي. شفت كل واحد عنده حق. الحجاب تيرمون صافي لونتون موهبه. كو اشاك فوا نبدل من عقل روحي ملي كنت صغيره اشاك فوا نبدل. وانت في المرايا وبدل. ما نبغي توجور كي نديره نديره نبدل ماشي كيما الناس. توجور مستور، توجور محتشم، توجور كيما نقول لك موديست. سما انا كاين شي صالح اللي ما نبارطاجيهمش مع الفولورز تاعي باسكو انا مسؤوله عن نفسي وما نبغيش ندي مسؤوليه تاع الناس حد اخرين. بصح كيما الحجاب وكاع كي نشوفهم يبغوا نوري لهم كيفاش يبدلوا ستيل ولا منا توجور نخليهم كي هما يدوموندو ندير لهم ما يدوموندوش ما درتلهمش. هذه هي صح كاينه. شنو تاني تلفت لك؟ تلفت ليش؟ تلفت لك تجي عندي كنت احنا هضر حاجه شتك غايس فيا هذا ما كان. انا يسمع راك تسمع. اسمع اسمع معليش حنا بما ان يعني نتعلم كيفاش نولي ندير الحجاب. خاطي انت خاطي على بالك دي فوا كي تشوف له يبدا يخلط. لا 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 انا على بالي شنو يقول. انا نحسب لنا لي زوم انت جوستينو صح 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 اليوم راك انا ما دخلنيش خلاص الاخر راك على بالك ما دخلكش في والو. حنا نروحوا نشوفوا معليش مجموعه من الفنانين مشاهدينا قاموا بهذا الكليب يا ناس يا نا يا سامعين نروحوا نستمتعوا به ونعاودوا نرجعوا. يوم الوين زمان مشى وتوتر ما بقات تشوف العين ولا العقل راح مخدر القيود صرا الاخرين وش يعني هو مقدر حقرنا الهم بالعين حتى هاج علينا تسيطر قالوا مرض الالفين دواء غير ربي اللي كبر سوالي سري فطي طرك يا ما ينطر لسان تسايل هذه الحير وريلق حدث يا يا ناسنا يا سمعين كنا خواف ومو في الحين يا ناسنا يا سمعين صارنا رب العالمين يا ناسنا يا سمعين كنا واقفين اليوم فلان غير حل العين وجيب الفعلك اخبر صايا من قلب كبير خير من ذا ما تزيدنا كثر اليوم رانا شدين غير فيا الهم واقفين اذا بقينا ساكتين شي
درسنا يا سامعين هذا المبادرة الخيرية اللي قام بها مجموعة من الفنانين بينهم المرحوم يزيد أيت حمدوش، ألف رحمة تنزل على روحه. نعم أنيس، لما نشوفوا هذه المبادرات من الفنانين يعني أكيد أنه فيه مشاريع جديدة، أنت كناشط جمعوي فيه نشاطات راح يقوموا بها يمكن الفنانين، مشروع في 2019 ونعم هي كاين أمور يعني جد تكون في الكواليس يعني لا 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 يمكن لا ما كاش كواليس يعني هذه كل معني فالكل لازم يكون على علم على علم هذه ماشي من هذا الجانب. أنا حبيت نطرق لواحد الأمر، كنا ندير واحد الوقت نشاطات وما كانوش فيها واحد الناس فعالين يعني ظهروا جدد، مثلا ليزانفلونسور، مثلا المؤثرين على مستوى على مواقع التواصل الاجتماعي، كي نشوفوا 2013 2014 2015 ما كانوش صح، فدوك راهم كاينين، لازم كي تكون حاجه جديده نستقطبوها، وهذه الحاجه اللي حبيت نتحدث عليها من اجل ايصال الرساله لعدد اكبر. فنظن انه هذوما ليزانفلونسور عندهم رول تريز امبورتون باش يلحقوا لي ميساج، فندعيهم انهم يقتحموا هذا المجال ويكونوا يد في اليد مع المجتمع المدني، يكون تضامن وتفاعل مع من اجل ايصال الرساله. جوستومون سي كو انا اشاك فوا يكون كاين ان ايفينمون سواء خيري ولا ايدوكاتيف ولا توجور يرسلوا لي ما عنديش مشكل، واشاك فوا نبارطاجي مع الناس وسيرتو ديجا هذا الصيف كاين ديزانسكريبسيون بوغ دي زيكول غراتويت تاع في الصيف بارطاجيت معاهم بزاف، دخلوا وقراوا وفرحوا ورحت حضرت نهار لا سيريموني وكانوا كاع فرحانين. انا بوغ سي لا موان دي شوز، سي ما قلت المجتمع المدني كي تكون تكون فيه وتعاونت فيه ما تقدش تبعد عليه وما تساعدش. الشيء اللي تقوم به امر مشجع، وحنا ندعو كل هذوما الناس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انهم يعني مليح لونجاجمون سيرتو يكون واحد انجان يقتحموا هذا المجال وعندهم دور كبير يقوموا به. احنا محتاجينهم ان شاء الله تنضم لكم ياسمين. ياسمين كذلك يعني انا نذكر برك باللي في اليد في اليد في في في, في, في يعني في مناسبه اليد في اليد كانوا فيه شعراء وين كانوا ينظموا قصائد لمحاربه هذا الداء وجات وحده من وهران نسيت اسمها من وهران يعني كلهم انضموا لهذه المبادره. كاين حتى وحده اخذت مبادره دارت كتيب فيه قصائد كلها تضامنا ومحاربة تضامنا مع الحاملين الفيروس محاربة للمرض، فكل شيء ندعو كذلك إلى اقتحام هذا الآخر. هي ماشي هي الأصل أني فنان نقوم بأعمال فنية، ولكن من أنا ننتمي للمجتمع، والمجتمع هذا ممكن تقيسه اي شيء ماشي مليح لازم نوقف وقفه رجل واحد. أكيد. احنا كلنا نعتبروا جيش اكيد تاع المجتمع تاعنا تاع الجمهوريه تاعنا تاع البلد تاعنا. صح. بما انه تكلمت على الشعر نرجع لك ياسمين، يعني المبادره اللي قال تحدثنا عليها انيس يعني انت تهمك اكيد. نعم. وتقدري تكتبي يعني هكا ديوان يكون فيه غير هذا الموضوع هذايا حتى ولو يعني قصيده ماشي لازم ديوان كامل. صح صح قصيدة. حتى يعني قصيده انا قلت ديوان يعني فيه كل شيء يعني يخص المجتمع يخص صح يعني ديجا من العشق والله تاخذي رايك من العشق معليش قلنا حاجه واحده اخرى يعني ماشي تبدل شعر الغزل ولكن دير ديوان اخر يعني يكون فيه كما قالنا الناس انيس يعني انا قررت باللي ديوان تاعي ان شاء الله الرابع لا حيكون بعنوان ديالو الحياه انسان يعني مازال ما يعني حطيت بعض العناوين حطيتها على جنب باش نخير العنوان ان شاء الله المناسب للديوان هذاك. قررت اني نهضر غير على الحياه الاجتماعيه سواء على المرأة، سواء يتحدث عن المخدرات، سواء يتحدث عن كما قال السيد لو معنا يتحدث عن كيفية مكافحة الأمراض وكل شيء. يعني هذا الشغل هذه مبادرة جميلة من عندك ونتوقع لها النجاح لأنها عندها مستوى رائع يعني بكل صح شكرا. وصغر السن ديالها يعني كتبت ثلث دواوين يعني هذه حاجة تشرف اللي تشرف من الجزائر ما تحشمهاش يا شوف واش كتبت شوف قدامك انت ها دائما تجينا يدك فارغين هم ثلاثة دواوين شنو؟ قلت لك ثلاثة دواوين شنو دواوين؟ فينا المغيور لا يغير فينا المغيور انا ما حبيتش نقول برك فينا المغيور هذه تصفق لها هذه وتقول لها يعطيك الصحة
دوك نسيق لك ريحي انت. حنا مشاهدينا القعده تحلى مع الضيوف ديالنا ومع الببليك والمشاهدين، انتم لكم تتبعوا فينا، والحصه راهي لحقت للدقائق الاخيره ديالها. نرجعوا لكل ضيف ويكلمنا على المشروع دعو المشروع ديالو والكلمه الختاميه بعد ما نذكر بصفحه الفيسبوك شبان بلادي. ما عليكم غير تراسلونا على صفحتنا صفحه شبان بلادي، وهكذا نستضيفكم في برنامجنا. ولا كانت عندكم موهبه كما ياسمين، كان عندكم عمل تضامني واجتماعي كما انيس ولا ايمان من مواقع التواصل الاجتماعي، ما عليكم غير تجونا لهنا لحصتنا. ايمان ميرسي بوكو امينه، شكرا جزيلا على الدعوه. وديجا لو فات اللي كاين هاد ليميسيون اللي تشجع لي جون ديجا صافي بليزير وتفرحنا حنايا. ميرسي بور لانفيتاسيون، سا ما في بليزير. هدرت شفتكم، شفت بيشيشي مالغري كو كان شويه قبيح، بصح حنا سمعناه مسكين، نبغيه نبغيه. ما قلت ما تبغينيش، صافي معليش انا نبغيك. انا قصر معاك واش دير؟ انا قلبي ابيض صح، هذا غير بركوكس ياك بركوكس باينه ولا الزيتون. اي فوالا، ونعطي ان ميساج لصحاباتي اللي كيما نقول لهم اللي تبعوني توجور يفو ايسيي نخدموا على رواحنا حنايا وطونك بيرسون، نخدموا على رواحنا، ما ننسوش باللي اللي توجور نعطوا اهميه للتعليم ونعطوا اهميه للدور تاعنا في المجتمع في المجتمع المدني تاعنا ان شاء الله. و جيسبر كو نعاود نولي ان شاء الله ونشوف امينه ونشوف بيشيشي ونشوف يعطيك الصحه. سلمي على الحاجه، كلمه انا قلت لها باش يعني دير لك. اي سلمي لنا على الحاجه يبلغ، قولها دير لنا الزيتون. انيس يعطيك الصحه لحضورك، يعني استفدنا منك بزاف حاجات ونصائح يعني للشباب، يعطيك الصحه. شكرا شكرا على الاستضافه، وشكرا على هذه الرغبه منكم لتوعيه المستوى، شكرا على يعني نشكر فيكم هذا الوعي اللي كاين. انا عندي رساله اللي كنقدمها هو انه يتواصل العمل من جيل الى جيل، من شخص الى شخص، لازم يتواصل العمل. اليد في اليد انطلقت بيزيد، اليوم مالوريزمون ما كاش يزيد، ندعو له الرحمه وكل الناس اللي يشوفوا فينا نتمنى ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يرحمه ان شاء الله، ولكن اليد في اليد لازم يتواصل. في النشاط الجمعوي ممكن كاين ناشطين جمعويين راهم كاينين، غدوه ما يكونوش، يخليه المشعل، مشعل ينتقل من شخص الى شخص ومن فرد الى فرد ومن جيل الى جيل. فهذه هي رسالتي، لازم نستفادوا من اخطاء اللي فاتوا ونقوموا ونواصلوا في المسيره. صح، فهذه يعطيك الصحه. ياسمين اي ايدير يعطيك الصحه. الله يسلمك وميرسي بور سيت انفيتاسيون. ورساله يمكن توجهيها للشباب اللي يتبعوا فيك. الرساله ديالي انه ما شحال تبريزونت با ما معنى مي نقول بلي لازم الشباب هادوما شغل يحيو الشعر، باسكو راه ناقص بزاف، يعني ما كاش متتبعين للشعر، يعني تاني نحب تانيك الاحياء الشعر العربي بزاف، كامل في المسابقات كامل اللي شاركت فيها تاع لو غرو موسكي. ان شاء الله هذيك حاني عضو المسابقه هذيك ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. ميرسي، شكرا خاص ليك. نشكرك ايمان وعلى العمل اللي راكي تقدمي فيه، يعطيك الصحه. ياسمين بلال بتشيتشي يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو ببليك تاعنا مشاهدينا الكرام، نتمنى التوفيق لخاوتي، سمحونا برك اذا كان قبيح معاهم. باسكو قلبه ابيض، عنده قلبه صغير ولا هنا ابيض؟ ما عنديش قلب، انا عندي يدك هي الداخل، وين قلب؟ عنده قلبه ابيض دونك ما ديروش عليه، وان شاء الله نتلاقاو في عدد اخر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نذكروا مشاهدينا انه هذا اليوم كان هذا العدد كان عدد خاص بالفاتح من شهر ديسمبر، اليوم العالمي لمكافحه داء السيده. كنا استقبلنا الضيوف ديالنا اللي كانوا نورونا بلاتو شبان بلادي، وحنا نقول لكم مشاهدينا يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا وتابعتونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صفحتنا شبان بلادي وعبر شاشات تلفزيون الجزائري الارضيه والقناه الثالثه. نشكر محسن بوزرتي فكره
الاعداد ديالو، ايضا فريق تير كريم العمراوي احمد كعباش، جمال للهم وطينب نوال اللي كانوا في التجميل، امينه مقدود وحليم طير اللي كانوا في مساعدين الاخراج، و الاش دي 3 الفرقه المتنقله يعطيهم الصحه. والاخراج كان لحسين مزياني. بقوا على خير، نتلاقاو في العدد القادم، يعطيكم الصحه.